هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد زواجها ألا يتزوج زوجها بامرأة أخرى؟ من الأفضل لها ألا تشترط، لأن الذي احتاجت إليه هي تحتاج إليه غيرها، والله عز وجل قد أباح للأزواج عند القدرة والاستطاعة إلى 4، فخير لها ألا تشترط هذا الشرط، وهذا ولله الحمد نادر، بل أندر من النادر. فإذا كان ولا بد وتعرف بأنها لا تطيق أن يكون لها ضرة واشترطت فلها شرطها، فإذا جاء يوم من الأيام وتزوج زوجها بامرأة أخرى فلها الفسخ ولا يمنع زوجها من التزوج بامرأة أخرى عند الحاجة إلى ذلك، وحاجته هو الذي يعرفها.